الله يبشره ونذيره وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعزم من الجهاد وأنقذ من الضلالة ونصر من العمل صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيه بإحسان إلى يوم الدين حمل العلم وطلبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا اليوم المبارك وقد كان لقاءات سابقة ولربما تذكرون أو يذكر بعضكم أنني تحدثت إليكم فيما سبق من لقاء بأن طلبة هذا الأمن قلت مفتح أخبار الناس جميعا لأنهم يرجون على أيديه والحال يتطلعون من خلالهم إلى ما ينقذهم من الورطة التي تعرفون فالإنسان بأسرها لأنها ويبين له النهي الذي يجب عليه أن يسير عليه ويمير له السبيل حتى يكون على بينة من أمره وبصيرة من ما يأتيه وما يذهب فإن العالم أصبح وهو غير مؤمن بالله سبحانه وتعالى غير مدرك لحقيقة هذه الحياة وسرها فلا يعرف من أين جاء ولا إلى أين يذهب وماذا عليه أن يعمل في هذه المرحلة التي تبدأ بمبتدأ الحياة وتنتهي بمنتهاها في هذه الأرض فهو لا يعرف حياة إلا هذه الحياة المحصورة بين الموت والوفاة أو بين المبدأ والمصير ثم من ناحية أخرى لا يعرف كيف يتصرف لأنه يتخبط تخبطات الشك وقد ذكرت لكم إتقان اللقاء السابق بأن ما كان يعمله الناس بحل مشكلاتهم ويتركوا شغلاتهم الشيوعية التي كانت في جوانب متعددة من الأرض أصبح الآن مكشوف الغبار فالناس حسبوا أن الشيوعية هي الحل لكل مشكلاتهم بل هي الفردوس المنشور وإذا بهم يتكشف لهم أنها سعير لا يطاع وهي بنفسها أفلست وصارت تحمي ظهرها وتطأطئ رأسها أمام عدوها الأولى الرأسمالية لتجد الحل منها وأن لها أن تجد الحل من مصدر مشكلتها لأن الظلم الشيوعي ما كان إلا رد فعل للظلم الرأسمالي فلا يمكن أن يكون سبب الظلم هو الحل لمشكلة الظلم وذكرت لكم بأن الرأسمالية على أيما استمساك أصبحوا مدركين لهذه الحقيقة مطمئنين إليه وهم يدركون أيضا أن الحل إنما يكون في الإسلام لقد وصل بهم الأمر إلى أن قطعوا شرطة في الغرور وظنوا أنهم أوتوا ما لم يؤتوا ما قالوا حتى وصل الأمر ببعضهم أن طرح نهاية التاريخ ومعنى ذلك أنه لن يستطيع أحد أن يأتي بخير من هذا الواقع
الشخص نفسه الذي زعم أنه وصل إلى نهاية التاريخ يعترف بأن هذه النهاية كانت نهاية وأنه لا بد من علاج لهذه المشكلة. وفي كبرى الصحف الفرنسية كتب رئيس تحريرها يسمح لنا الباب ألا نقرأ الدين وأن نقرأ القرآن لأننا لا نجد حتى مشكلة في الإنجيل وإنما نجد حتى مشكلة في القرآن. وقبل أقل أسبوع نشر في الصحف بأن الفاتيكان نفسه يدعو الغرب إلى النظر في أخلاقيات الإسلام في ناحية الاقتصاد والاستفادة من هذه الأخلاقيات لأجل ترميم هذا البناء المتصدر الذي يوجد الانهيار. وقد أعترف على هذا في أحد المحاضرات التي كانت يوم الخميس الماضي وقلت بأن الإسلام لا يقبل كفر الإسلام المتزوج حذافير إن يجب قبل كل شيء أن يلبي من يلبوا داعي الله فيلبوا فيه لله ويعرف أن الحل لا يكون إلا من عند الله الذي خلق الإنسان وحكم مساربه ومداخله وما تنطوي عليه الفطرة وما تشتد عليه الطبيعة لله هذا الكون حتى تكون فطرة الإنسان متناسقة تمام التناسق مع الله تبارك وتعالى وحده هو العليم بذلك وأن الإنسان القاصر العقل المحدود الإدراك أن يدرك ذلك فلا بد من الرجوع إلى الله. والله سبحانه وتعالى آذن في كتابه الكريم أن حرب الشعر تكون بينه وبين أولئك الذين فيتعاملون بالربا المحرم. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وكم من أناس كانوا ينظرون إلى هذه الهالة التي تحيط بها من كان يقول كيف أنتم تقولون بأن الربا حرب بين آكله وبين الله تعالى ورسوله مع أن الغرب تقدم هذا التقدم المذهل وهو منغمس في الربا وغارق به إلى الآذان فكيف تقولون ذلك؟ قد كشفت هذه الحقيقة بهذا الانهيار السريع الاقتصادية الغربية وبما أن العالم مرتبط بهذه المؤسسة أصبح العالم بأسره كان مهزوزا ومضطربا مما أصاب الغرب من هذه الهزة. فمن الذي ينقذ الموقف؟ إنما ينقذ الموقف المؤمنون بالله واليوم الآخر الذين تشبعوا بعلوم القرآن ودرسوا مضامين السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وخبروا الإسلام ظاهره وباطنه وعرفوا ما هي حلول الإسلام لمشكلات هذه الحياة. على أن الحل الأمثل قبل كل شيء كما قلت ليس هو ترميم المؤسسات الاقتصادية مما يدعو إلى الفاتيكان من التحلي بالأخلاقيات الإسلامية فحسب بل الحل إنما يكمن في قبول هذا الإسلام إذ الإسلام هو إسلام النفس لله تبارك وتعالى وإسلام الجسم والروح والعقل والقلب والضمير والغرائز وإسلام كل جزئية من جزئيات هذا لله سبحانه.
يقول قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أن أكون المسلمين. فالمسلم يجعل حياته لله ومماته لله ويجعل نسكه لله كما يجعل صلاته لله. فلا فرق بين النسك والصلاة، لا فرق ما بين ما يكون من شأن الدنيا وما يكون من شأن الآخرة، بل الدنيا والآخرة يجب أن تخضع لأمر الله سبحانه وتعالى. فلا يتصرف المسلم إلا وفق أمر الله سبحانه وتعالى، بهذا يكون مسلما حقا، ويكون بهذا كبيرا بأن ينال رضا الله سبحانه وتعالى، ويكون بهذا مؤهلا بأن يمسك زمام قيادة هذه الإنسانية الحاكمة فيمشي لها من هذا الوحي الذي وقعت فيه حتى تصل بها إلى مقام السلامة والاستقرار والطمأنينة. لذلك قلنا بأن المتفقهين في الدين العارفين بالكتاب والسنة المتشبعين بعلوم الشرع الشريف هم الذين أهلهم الله سبحانه وتعالى لأن يمسكوا بزمام هذه القيادة وأن يكونوا رادة في هذا الكون، يقومون بالواجب، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ينتصر عليهم قول الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجة للناس، يأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ويؤمنون بالله، على أن هذا هو الذي يشد التواصل ويربط ما بين أطياف هذه الأمة. فإن الرباط الذي يشد المؤمنين والمؤمنات بعضهم إلى بعض إنما هو الولاية التي تدين، وهذه الولاية لا تدين إلا بخمسة أشياء ذكر الله سبحانه وتعالى في آية من سورة التوبة عندما قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز. لا بد من الاجتماع ما بين هذه الجوانب كلها، لا بد من ان يكون هناك امر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل ان يذكر اقرار الصلاه وايتاء الزكاه، قبل ان يذكر اهم ركنين عمليين من اركان الاسلام وهما اقرار الصلاه وايتاء الزكاه. ما ذلك الا لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر السور الواقع والحسن الحصين لهذا الدين بكل ما فيه. فلذلك المحافظة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحافظ على إقامة الصلاة ويحافظ على إيتاء الزكاة ويحافظ على جميع الطاعات. يجدون أن الله سبحانه وتعالى بعد ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذكر أهم ركنين عمليين من أركان الإسلام، ركنا يتعلق بجانب أعمال البدن وركنا يتعلق بجانب المال والركن الاجتماعي المالي من أركان الإسلام والزكاة. وجعل طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك شاملة لكل جزئية من جزئيات هذه الحياة. فإن الله سبحانه وتعالى لم يذر الناس في أهوائهم في هذه الحياة، بل منهج الإسلام منهج مرسوم للإنسان في حياته يتناول كل جانب من جوانب الحياة. الحكم به لله، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، تجب طاعته لأن الله سبحانه وتعالى
تورط في واجبات هذا الدين. إلى بذل كل طاقاته وكل ما يسعده لأجل استحصال شأنه سبحانه وتعالى ومعرفة دينه مع التشبع بعلوم القرآن ورأس العقيدة الصحيحة في نفوسكم حتى تمتد لمشاعركم وبوجدانكم وتسيطر على كل جانب من جوانب حياتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك وأن يأخذ بأيدينا جميعا إلى بيت الصورة أخذوا بأن أي صورة كانت
شددوا في هذه الصور، ولكن طائفة منهم ترخصوا وقالوا إن هذه الصورة لا تتجاوز كونها تحبس أو يمسك بمن طبع فيها، لأن صورة الإنسان تنطبع في هذا الأثير في كل جهة من الجهات. الأثير ينقل هذه الصورة إلى كل جهة من الجهات. الجهة اليمنى إذا نصبت شيء تنعكس في ذلك المرآة، يعني الأيسر كذلك، وكذلك الأمام، وكذلك الخلف، وكذلك الفوق، وكذلك التحت. الصور تنعكس في هذا الأثير في كل جانب من الجوانب، ولذلك قالوا بأن هذا مجرد حبس لهذه الصورة المنتضعة في هذا الأثير، ويلتقط صورة منتضعة في هذا الأثير ولا يصور ولا يبتدئ الصورة من أول الأمر، لذلك نقص فيها. ونحن نرى أن هذا من التحقيق بمكان، القول بهذا من التحقيق بمكان وفيه تنفس للناس. أنا عين الله أي، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عندهم عند ربهم يرزقون. فرق هذا يكون كبدا في شعور اللذة وشعور النعمة وشعور بالراحة وشعور بالنعم، لا يكون بدون ذلك. وكذلك في العكس يقول الله تعالى في فرعون الآن: النار يعرضون عليها غدا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولئن كانت الآيات ما جاءت بالنص الصريح دالة على هذا، فإن الروايات تفاضل، حتى قال من العلماء بأنها بلغت التواتر المعنوي تدل على نعيم القبر وعلى عذاب القبر. وهذه الروايات يدخل بها ويفضل عليها ويستمتع بها، ونحن نؤمن بأن الله على كل شيء قدير. لا بد من اعتبار موارد التخصيص من العلومات
الصلاه بدل المجلس. نحن نرى ان العلماء وان كان اقلقوا وقالوا بان العام ظنه بدلاله وان كان العمومات لا يمكن ان تخصص. فهذه وضعيه الدلاله مهما كان هي وضعيه الدلاله. Thank you.
الجنس الآخر سيعتبر أنه من الجنس الذي تحول إليه أو من الجنس الأولي. والحيرة التي وقع لم يدرك قيمة هذه الحياة ولم يدرك قيمة الفطرة البشرية التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، لأن هؤلاء التهم مستنكرين بسم الله سبحانه وتعالى. وحكم الإسلام في هذا الواقع كان الإنسان يحكم، لأن كان الإنسان يحكم عليه أن يتشبه بالجنس الآخر، فيحكم على الرجل أن يتشبه بالمرأة، ويحكم على المرأة أن يتشبه بالرجل ولو في الأمور الشكلية. فكيف بما فوق ذلك؟ كيف بما يتجاوز هذا من تغيير الفطرة نفسها؟ بل هذا من أعظم هذا في سخط على قضاء الله، في سخط على حكم الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ذكر بأن هذه لعنة الشيطان، حكى عن الشيطان تنقلب إلى ذلك. ولما كان هذا باطلا فإن يبنى على الباطل باطل، ما يبنى على الباطل باطل. الله سبحانه هو الحق وهو العدل، فلا يرد حكم ما فعل الله لأجل ما فعل الناس. يبقى وإن كان في الأصل ذكرا and
سنن هذه الحياة أن وأعطوا حقهم وأعطوا كيدهم في بطونهم وأعطوا جميع المسلمين
صداقة ورشد، يؤنس فيه أهل طاعة ويذل فيه أهل معصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن الكف، ويحجب فيه ويقام فيه الحدود، وينفذ فيه أحكام، ويطبق فيه كتاب، ويحكم فيه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لطاعتك واهدنا لمرضاتك، وكن في أيدينا إلى من قدرت.